بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. ربنا قوينا في عقيدتنا واجعلنا نتخذ مواقف تليق بدينك، وتزيد في تدعيم فكرة أن حبك الأول عليه الصلاة والسلام خير من أرسلته إلى إصلاح حال الإنس والجن يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. كذلك السورة دي تميزت بذكر المباهلة، وهي إيش معناها؟ معناها إحنا نجيب أبناءنا ونساءنا وأنتم بالمثل اللي تكذبوا يا أهل الكتاب، تكذبوا الرسالة دي، ونبتلي إلى الله، نطلب من الله أن يلقى اللعنة من هو كاذب في هذا الشأن ده. وبطبيعة الأمر ذكرنا هذا الموضوع فيما سبق، وقلنا الناس لحد الآن استنوا فيهم باش يقبلوا الدعوة إليه للمباهلة، ولحد الآن لم يجتمع أمرهم على أن يعرضوا أرواحهم لكشف أمرهم، أمر الكذابين الأفاكين الشاكين اللي وصلوا الناس يكرهوا الدين في العالم. العالم كله ولا يكره الدين، لأنه الدين فيه تشدد. واحنا معلش تشدد، احنا عندنا صلابة المواقف، لأنه الأمر متصل بعلاقتنا بربنا، وربنا ما فيش في الله شك، لا شك به. وربنا حين يوحي يوحي، أعطيني الكتاب هذا علاش مش موح، جيبه علاش. إذا احنا عندنا مواقفنا وعندنا مبررات الموقف. قلنا ما قاله ربنا وأمرنا به، وانتهينا عما نهى المولى سبحانه وتعالى، واتبعنا الرسول الأمي العربي الصادق الأمين عليه الصلاة والتسليم. اتبعنا، شنو العيب في ذلك؟ العيب احنا نراهم 100% فيكم انتم. لو كان ما كانش فيكم عيب، شنو خايفين من كشف أعواركم ككذابين أفاكين؟ يجونا هجموا جمعكم وجيبوا أبنائكم ولا أبناء الرسل بتاعكم الخامجة من ربيين ومن كما كناسين وكذا، اجمعوا وجيبوا نساكم وما الله أعلم شنو أحوالهم مع الله، وشي أحوالهم الجنسية وشي أحوالهم المالية، وتلعنوا. اللعنة تقع على من كذب على الله وعلى رسل الله عليهم السلام. لحد الآن ما تذماش، إلى آخر الدهر ما تذماش، حتى اللي مشي يجمع يقولك لا أنا قبلنا توا قبلنا. أي يجي وقتها نقولوا لهم أحمق الناس كي جاو وحابين يقضي عليهم ربي بلعنهم، وإحنا وقتها نزيد نزداد في قوة حجتنا، وهذا نوع من نصر الله لنا، لأننا صدقنا الله واتبعنا الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. والسلام.